شباب الحياة. المبادرات الشبابية والعمل الجمعية في شباب الحياة على الحياة فام. تسمعوا فينا على 90.3 الحياة فام إذاعة القيروان الصحة. عسلامة مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج شباب الحياة، البرنامج اللي يحاول يوعيكم بقيمة مشاركة شبابنا اليوم في المجتمع المدني، واللي يحاول زيادة يفهمكم قيمة الأعمال الجمعياتية. إذك عليها اليوم معنا ليو كلوب قروان، عسلامة البنات، وكيت نجم متعرفون على رواحكم. نبدأ بك أنت سلام. عسلامة حمودة، إسلام جاملي، 15 سنة لقى في ليسي بيلوت قروان، شيف ميديا في ليو كلوب قروان. عسلامة إسلام، مرحبا بك. كنت انت عبد الزينه. اهلا بيك حموده. انا زين مالدولي، نقرا بريمير اني في ليسي بيلوت كروان، وانا سوشيف داكسيون. سوشيف داكسيون فيرو شو باش نحكيوا عليها، وسوشيف زيد كوميتي ديفلوبمون في ليو كلوب. مرحبا بكم البنات، وشكرا على قبول الدعوه. اول ما نبداو حديثنا، كانت نجم اسلام تحكي لنا على اخر اكسيون عملتوها، شنو الكونسيبت نتاعها، شنو هي بالضبط، وسورتو انتوما كيفاه نجمتوا تكملوها؟ باه، توا احنا قاعدين نخدموا في الاكسيون تاع لي فيرو شو، اللي هي تتمثل في لمن باش برودوي اليمونتير، نمو في البرودوي اليمونتير وتبش العائلات المستحقه في البرد هذا. بدينا نخدموا في الاكسيون هذيا من اول العطله، ومازلت ما كملتش كلها ديجا، تو لمينا كونتيتي به من الدبش ومن البرودوي اليمونتير، ومازلنا قاعدين نلمو، وبعد مده ان شاء الله تتوزع في القروان. وسؤال، معناها توا كملتوا كل شيء في الاكسيون، ولا توا معناها نجم نتبرعوا لكم، نجم نكلموكم نعطيكم دبش موش مستعمل؟ معناها وي مازلنا قاعدين نلمو. سامحني، ديجا تلقاو النوامر نتاعنا في كل بلاصه على لي باج انستغرام وفيسبوك نتاع ليو كلوب كروان. اللي يحب يتبرع ينجم يكلمنا على النوامر غادي، فما نوامر بالبلايص، نجم معناها تختار البلاصه الاقرب لك وتكلم لي نيميرو الموجودين. واضح. وزينب، فين باش تكون الدستريم تاعكم، ولا سي ديجا عملتوها وكملتوا كل شيء؟ الاغلبيه نحنا نورمالمون البلان لحد الان ديستريم باش تكون في الحواز نتاع القروان. معناها في خارج القيروان المدينه، خارج القيروان المدينه باش نحاولوا نتلفتوا لك العائلات وكل المسحقين اكثر من القروان المدينه. ومعناها الخدمه نتاع الاكسيون هذه دامت من قبل العطله ولا من اول العطله؟ لا، من اول العطله بدات. واسلام، انت كيفاه كانت الاكسبيريونس نتاعك في الاكسيون هذه؟ شنو استفدت؟ شنو حسيت روحك حسنت من روحك؟ شنو تبدل فيك؟ هي اكسبيريونس تحفون على الاخر. زدت حسيت بالعباد المستحقه، خاطر فما برسمي عباد في البرد هذا ما عنديش من باب باش تتغطى ولا باش تاكل. زدت قربت للناس هذوما، عملت برشا اصحاب جدد، حكيت مع برشا عباد جدد، معناها نحيت الحشمه اللي عندي كانت عندي قبل، معناها تعلمت كيفاش نحكي اكثر، كيفاش نقنع عباد باش يتبرعونا اكثر. اكسبيريونس محلاه على الاخر، علمتني برشا حاجات وزدتني في شخصيتي. وزينب، انت كيف نفس السؤال، شنو حسنت من روحك اترافير لكسيون هذي، ولا حتى اترافير الكلوب اللي انت داخلة فيه؟ انا نتفكر روحي قبل الكلوب ما كنتش معناها بالشخصية هذي جملة، خاطر كانت عندي هيك الحشمة وما نحكيش مع العبيد وكل. اما بعد ما دخلت الكلوب حكيت معناها مع لي مومبر اللي معايا والعبيد اللي نعمل معهم ليزاكسيون وكل، حكيت معهم وتمكنت اني نتخلص منك الحشمة وكل الواحد اللي عندي، وزيت تعلمت برشا حويج معناها من السكيلز نتاع الكلام وكل كيفاش نحكي مع العبيد وكيفاش نقنع، وزيت اني علمتني زيد اني زيد نتحمس مسؤولية اكثر. واسلام، انت معناها قلت لي شايف ميديا، ظهر لي شنو ما لي كاركتيريستيك اللي خلاوك انك تاخذ البوست هذا، انك تولي تنشط على لي ريزو سوسيو نتاع ليو كلوب؟ كيما نعرف اللي هو دومين صعيب بالكدا، لازم تكون ديزاينر، لازم تكون فاهم معناها المجال هذا بالكدا، انك كيفاه نجمت تسوق ليو كلوب قروان؟ هذاك عليه اليوم نلقاو اكثر من 600 جيم على الباج فيسبوك نتاعكم، نراو في تفاعل على الباج نتاعكم، كيفاه؟ احنا قبل ما ناخذ البوست هذي عملنا معناها تلمينا جماعه ليو كلوب كروان، واخترنا عطانا الكوميتي الموجودين البوست الموجودين، وكل واحد اختار. انا اخترت ميديا خاطرني مغرومه بالشيء هذا، نعرف معناها مغرومه بالديزاين، نعرف نعمل لي بوست، نعرف معناها كيف وقتاش نهبط لي ستوري، وقتاش لازمني نهبط، ومعناها مغرومه بالحكايه هذي، على فكره علاش خذيت البوست هذي.
وزينب زيدا قلت لي اللي انت سو شيف ديفلوب ما هو زيدا قلت لي زيدا سو شيف ايفيرو شو كيفيه معناها شنو اللي خليك انك تقدم على البوست هذا اللي هو سو شيف ديفلوبمون ومعناها ونعرفوا اللي هما لي كلوب ديما يحاولوا يهيئوا الشباب اليوم انه يدخل في المجتمع وذيك اترافير لي فورماسيون اللي قدمهم له انت عليه اخترت البوست هذا بالضبط الكوميتي ديفلوبمون جينيرالمون معناها تحتاج ريسبونسابيلتي وكل انا في حياتي العاديه عندي ريسبونسابيلتي نتحملها كل وهي ما عندها علاقه زاده بالشيف دو بروتوكول وكل الاورغانيزاسيون كله هو غرامي ما نحب انا الاورغانيزاسيون وني نتلهي بك معناها كل شيء يخص كيما زاد خديت سو شيف داكسيون غير نحب نتلهي بالاكسيون وين تمشي الحاجات ومنين نلمو كيك هذيك عليك وزينب زيدا كانت نجم انت قلت لي اللي انت اورغانيزي وذي الحاجة الكاركتيرستيك اللي فيك اللي خليتك انك تكون في السوشيف ديفلوبمون كيفية نجمت تتوفق ما بين القراية متاعك وما بين الفيا سوسياتيف والكلوب متاعك الحقيقة الدنيا الكل مش قراية معناها يزم خاص شوية وقت زيدا للكلوب وهما ان توكا معناها لي ريونيون نعملوهم والفازات هذوكم كيما مثال لاكسيون تاع لي فيغو شو حاولنا ناخذ جزء كبير منها في العطله وبالنسبه للي ريونيون نحاولوا ديما نختاروا وقت يكون بعيد شويه على القرايه كيما عشيه الجمعه ولا السبت ولا حد وتوا معناها اسلام انت بارابور الاكسبيريونس نتاعك في الكلوب هذا شنو نصيحتك للشباب اللي قاعد يسمع فينا توا باش انه يحب يدخل في اسوسياتيف مي هو ما يعرفش كيفاه وزيد ساعات يحس اللي هي جو كهو ما يحسش انها هي باش تعاونوا في حاجه هو كي تجي تشوف فما جو فما خدمه اما الخدمه راهي تستحقها ياسر في حياتك باش لازم باش خاطر مش كل شيء قرايه نقصد لازم تعرف كيفاش تحكي مع العباد نجم نهار اخر تستحق جست كيفاش تقنع عبد بحكايه دونك لازم تدخل في الكلوب ديجا احنا نحلوا ريكوي كل وقت معناها نهبط قبل معناها دونك تحاول تدخل تحاول تكومينيك باش تعرف على برشا عباد جدد وهذه حاجه باهي على الاخر باش تعمل علاقات ديجا انا معناها بعد ما دخلت اليو عملت برشا علاقات حتى مع عباد وكل دونك معناها ننصح اللي جانوا الكل يدخلوا في الكلوب وشاركوا في الفي اسوسياتيف وتوا قبل ما نختموا حصتنا نخلي لكم كلمه الختام كان تحب تقدم ديديكاس ولا حاجه سليم نبداو معاك انت والله نقدم ديديكاس لاحمد عياد اللي هو بريزيدون لي كلوب كرو عامل معنا تعب معنا برشا برغم اللي هو باك دونك نقدم له ديديكاس ونقدم ديديكاس اللي مبغى نتاع لي الكل هو باك وربي نشحو وزينب انت انا والله نحب نشكر لي مونبر الكل نتاع لي كلوب وخاصه البيرو معناها التلها وبينا وحاولوا يوصلونا معناها في توا موا انا نوصلوا هكا نكونوا تقدمنا برشا في الشخصيه وفي قدمنا معناها في شخصيتنا وفي مواهبنا وكل وعلمونا برشا حوايج منهم توا نخلطوا لاخر حصتنا كان معنا ليو كلوب قرويني اللي مازال كي كان يحكي لنا على اكسيون ايفيرو شو اللي هي مازال توا الى حد الان قاعده تصير تنجموا تتصلوا بهم اترافير الباج فيسبوك كان تحبوا تتبرعوا بالباج قديم ولا مستعمل ونتصور اليوم مستمعينا اكتشفتوا اهميه العمل الجمعياتي بالنسبه لشبابنا واهميه المشاركه نتاعو زاد في المجتمع المدني تو نخلطوا لاخر حصتنا كان معاكم سيف بولعريس في الديجيتال امنه بوخيد في الصون وحموده من ورا الميكرو باي باي في حصه جديده شباب الحياة المبادرات الشبابية والعمل الجمعياتي في شباب الحياة على الحياة فام